يعني لا يمنع أنه أحيانا الفن يغنينا عن كثير من الأسئلة. وتحت شعار نغم على ضفاف النيل، دار الأوبرا المصرية شهدت إطلاق الحفل العالمي الثاني من مشروع السيمفونيات التراثية بقيادة المايسترو والموسيقار اليمني محمد القحوم، بهدف نشر الفنون اليمنية وتعزيز العلاقة الثقافية المصرية اليمنية. بعد ما نشوف التقرير اللذيذ ده نرجع نكمل مع حضراتكم التاسعة. تأتي فعاليات السيمفونيات الثقافية كمحاولة لتقديم جزء من الأدب والفنون اليمنية بطابع عالمي. هذه المحاولة لتقديم التراث اليمني والعربي بهذا القدر الكبير من الألق، وأن تحتضن دار الأوبرا المصرية العظيمة هذا الحفل وهذه الفعالية العالمية لهو يضفي عليها مزيد من الألق ومزيد من الفخر، ولتقديم التراث اليمني والعربي بمشاركة يمنية مصرية لتقديم هذا التراث الأصيل والتراث العربي المهم. اليوم هذا يوم استثنائي يعكس امتزاج الألحان والأغاني اليمنية مع الألحان والموسيقى المصرية. هو حقيقة السيمفونيات التراثية هو عمل يكرر للمرة الثانية، وحيث اختيرت القاهرة كمحطة ثانية لهذه السيمفونيات، حيث كانت المحطة الأولى في ماليزيا قبل عامين، وظروف كورونا تأخر هذا الحفل إلى هذا السنة. حقيقة هناك تعاون وتنسيق مباشر مع وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم التي أبدت استعدادها وتعاون كبير مع الإخوة في مؤسسة حضرموت الثقافية المنظمة لهذا الحفل. عملت منذ أكثر من 8 أشهر وهم يعملون ليل نهار لإخراج هذه اللوحة، وأعتقد بأنها ستكون لوحة جميلة رائعة تتحدث عن تراث اليمن وفنون اليمن وأغاني اليمن من حضرموت إلى صنعاء إلى عدن. مناسبة ثقافية تراثية بامتياز، وهي تعنى بالموروث الثقافي الغنائي بشكل عام، وطبعا فيها رسالة بأن نرسل هذه السيمفونيات والموروثات الموسيقية اليمنية إلى الآخر لنريهم تراثنا الثقافي الموسيقي بشكل عام. لا شك أن التلاقح الثقافي سواء كان موسيقي أو ثقافي بشكل عام في الشعر في الأدب في القصة بيننا وبين مصر يعني ثابت الجذور منذ القدم. إقامة هذه الاحتفالية الليلة في دار الأوبرا المصرية لها أبعاد رمزية ترمز إلى عمق العلاقات الثقافية بين البلدين. مصر حاضرة ليس الليلة وحسب، وإنما كثير من الجامعات اليمنية، كثير من المدارس اليمنية، كثير من مراحل التعليم الأساسي في اليمن كان روادها وكان أساتذتها مصريين، وأنا أيضا خريج المدرسة المصرية فيما يخص هذا المجال. الليلة هي ليلة ثقافية بامتياز، مصرية يمنية، لحن يمني على ضفاف النيل. هذه الفعالية وإن كان في ظاهرها ثقافي إلا أن هنالك جزء سياسي مهم جدا في هذه الفعالية، وهي الصورة الحضارية عن اليمن التي تعود الإعلام التعاطي معها إما حوثي أو قاعدة أو حرب، في حين أن هنالك وجه مشرق جدا في الواقع اليمني. الإعلام العربي بحاجة لتسليط الضوء على ذلك الوجه المشرق. المبدعون الذين تعج بهم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية في اليمن هم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني العروبي الذي يعج بالصورة المشرقة.